طب ايه اكتر حاجة افتقدتها في النادي الاهلي بعد رحيلك عنه؟ يعني لقيتها في النادي الاهلي وما لقيتهاش في اي طبعا مكان الجمهور، تاني؟ الجمهور. طبعا الجمهور النادي الاهلي ما فيش حد زيه في الدنيا يعني الصراحة. يعني جمهور النادي الاهلي، انت كلاعب في النادي الاهلي، بتروح النادي الاهلي، بتروح اي مكان، يعني بتتعامل معاملة كبيرة يعني. يعني وجودك في النادي الاهلي يعني حاجة كبيرة ان انت تبقى موجود في النادي. يمكن دايما بقول يا كابتن رضا ان الجمهور يعني دايما بيمثل، جمهور النادي الاهلي عمره ما كان مركز يعني ضغط على لا اللعيبه، بالعكس، دايما بالعكس دعم، بالعكس، دايما في دايما ظهر اللاعب وفي قوة ظهر النادي، الجهاز قوة الفني. النادي الاهلي او قوة دايما التيم في النادي الاهلي الجمهور رقم واحد. طول ما في جمهور النادي الاهلي يكسب اي حد يعني بجد. النادي الاهلي رقم واحد الجمهور يعني. حتى دلوقتي بنحس ان اللعيبه مش زي الاول يعني. الغياب الجماهير عن المدرجات طبعا طبعا حاجه مؤثر. ممله بصراحه يعني. الجمهور في لعبه كره القدم ده حياه كره القدم، ان انت تلعب او تعمل لعبه كويسه وتسمع صوت الجمهور، دي بتبقى حاجه كبيره وعظيمه يعني.